معنا علي حميد، مرحبا بك معنا. بداية، كيف تسير الأوضاع في المجلس؟ هل هناك نصاب قانوني لعقد الجلسة؟ نعم، لربما الجلسة لا تزال مفتوحة إلى هذه اللحظة منذ 3 أسابيع. السمة الأبرز في الجلسة اليوم يعني هي خلافات مستمرة إلى هذه اللحظة. هناك كثير من الاعتراضات، المشاكل الموجودة هي بنسبة الأكراد وبنسبة المحافظات المتضررة من الأرهاب وأيضا المحافظات المنتجة للنفط. الاعتراضات الأكبر في هذا الموضوع هو للتحالف الكردستاني الذي يصر على عدم دخول الجلسات إلى هذه اللحظة، خاصة مع قرار الموازنة. هناك تخوف أنه الموازنة قد تتأخر بعض الشيء على خلفية الخلافات الموجودة. حتى بعد عقد السيد رئيس مجلس النواب مؤتمر قبل أيام في الدائرة الإعلامية، كان يعني ينوي أنه يفاتح التحالف الكردستاني للدخول إلى جلسات، لكن التحالف رفض. وقبل الجلسة يوم أمس كان هناك اعتراض، وكان يعني بعض المشادات الكلامية في الجلسة ما أدى إلى رفعها إلى هذا اليوم. لحد هذه اللحظة لم يكن هناك أي أنباء حول ماذا حصل في جلسة اليوم. طيب، يعني هل سيتضمن جدول أعمال الجلسة اليوم أي قوانين أخرى غير الموازنة؟ نعم، هي قرأت قراءة ثانية الموازنة، لكن على الرغم من الاختلافات الموجودة كما أسلفت تبقى الجلسة مفتوحة منذ 3 أسابيع إلى هذه اللحظة. هناك مؤتمرات تعقد بين الفينة والأخرى، لكن لربما هذه المؤتمرات يعني بينما البعض الآخر يشجب ويندد بعدم إقرار الموازنة إلى هذه اللحظة، لكن الاعتراضات موجودة. إذا لم يكن هناك نصاب لم يكن هناك إقرار الموازنة، ولعل ساعات القليلة لربما يكون هناك مؤتمر من التحالف الكردستاني سيعلن أنه في حال لم يدخل إلى قاعات مجلس النواب سيكون هو الكلمة الفصل له خلال الساعات المقبلة. إذن يعني لم يتم مناقشة أي قوانين أخرى غير الموازنة. مراسلنا علي حميد، شكرا لك على هذه المعلومات.